مش لازم تكون عشت الهزيمة أو الانكسار عشان تقدر تقدر حجمه وفدحته. ممكن تكون قريت عنه، وممكن تكون سألت اللي عاشوه. بلدنا عاشت هزيمة حقيقية، يسموها نكسة يسموها انكسار، هي كانت قطمة وسط لبلدنا معنويا وعسكريا وسياسيا. اتهزمنا في 67 واتقفلت قناة السويس، اتقفل المجرى الملاحي الأول في بلد. حاربنا وانتصرنا، وكان قدامنا تحدي كبير جدا، تحدي وإعادة أو عودة اتزان أو إعادة اتزان لنفسنا. مش المهم بس إن احنا ننتصر في الحرب، المهم إنه نحول الشهر ده أو التاريخ ده من تاريخ اتمرمغت كرامتنا فيه في التراب لتاريخ نرفع فيه راسنا عاليا. احنا بنتكلم على ذكرى مرور 39 سنة، ذكرى مرور سنوات طويلة جدا. احنا بنتكلم على ذكرى إعادة افتتاح مجرى قناة السويس. نفتكر بقى اللحظة دي، لأن دي ما كانتش لحظة الانتصار، الانتصار حصل في 73، دي كانت لحظة الاتزان اللي ظهرت وإحنا بنحتفل كشعب، ظهرت والرئيس السادات على المحروسة بيعيد الافتتاح، ظهرت وإحنا بنقول للعالم أهلا بك مرة أخرى، لقد استعدنا الاتزان والقناة والمجرى الملاحي. إنني أتوجه إلى العالم كله، هذا هو شعب مصر، هذه هي إرادة مصر، هذه هي قوة مصر. نفتتح اليوم الافتتاح الثالث بأحدث ما في العصر من تكنولوجيا، وباسم مصر أقول للعالم كله أننا نفتح قناتنا شريانا للرخاء، شريانا للسلام، من أجل الإنسان ومن أجل كرامة الإنسان ومن أجل رخاء الإنسان. يقدم شعب مصر قناته أداة للرخاء. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي، فوق في العلالي، قالت له شايفة يا قمر أفرح قبالي، أفرح قبالي، قال القمر بينا نسهر على المينا، تنور على شط القناة سهرانين. برحب بحضرة القبطان، قبطان بحري وسام عباس حافظ، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا قبطان. احنا الحقيقه هو معانا في ذكرى اعاده افتتاح المجرى الملاحي لكذا سبب، مش بس لأنه كان كبير المرشدين في قناة السويس، مش بس لأنه شارك في تطهير هذا المجرى الملاحي بعد سنين من الحرب والتسليح عشان يبقى قادر أنه يستقبل السفن دي والسادات يقول كلمته، إنما كمان لأنه هو طفل صغير ساهم بشكل أو بآخر في أنه الدولة دي أو بلدنا تفرض سيادتها على قناة السويس. بكرر الترحيب بك يا سيادة. الله يبارك لك يا فندم، شكرا جزيلا. كلمني الأول على السباق اللي حصل في القناة، فهموكوا أنتوا صغيرين في سباق وأنت روحت تتسابق، إنما الحقيقة أنت كنت بتقوم بمهمة وطنية ما كنتش عارف. هو ما كانش سباق قد ما كان هو تتابع، وده كان كان والد مشترك مع عبد الناصر طول الوقت، طول الوقت
يعني من أيام الثورة ومن قبل الثورة وهم مع بعض. فنصحوا لأن كان في فكرة تأميم قناة السويس دي مبتدية من سنة 52 من سنة الثورة. وهو كان الوالد معاه وكانت خطة سرية جدا. كانت تقريبا ابتدت تستوي سنة 55. ففي يونيا 55 زي النهاردة كده في يونيا بس سنة 55. أيوة. نصحوا بأن احنا يتعمل تتابع مش يعني سباحة تتابع. يشترك فيها الجامعة، قوات مسلحة ممثلة في الطيران والبحرية والجيش والسباحين الكبار بتوعنا. أنا فاكر حسن عبد الرحيم وعبد لطيف أبو هيف الله يرحمهم وماري حسن عماد راجل ضخم. دول أبطال في السباحة عالميين يعني مش بس في مصر. دول أبطال دوليين. تعملوا السباق ده أو التتابع ده في القناة. في القناة. وبرضو شباب زي حالتنا زغننين بقى اللي هو احنا يعني الأطفال أحباب الله. عندنا 14 سنة كده وبتاع 12 سنة كانوا أنا كان عندي 12 سنة وكل واحد يعوم 5 كيلو وينزل واللي بعديه ينزل 5 كيلو وينزل وهكذا لحد ما نوصل من السويس. عايزين نفكر ناس انه لحد اللحظة دي اللي هو في يونيا 55 كانت قناة السويس فرنساوي تحت الوصاية كانوا مسميها فرنساوي. كانت تحت إدارة كانت تحت الإدارة الأوروبية. وكان لسه الإنجليز ما طلعوش من مصر لسه كانوا بيطلعوا يعني كان الجلاء حصل سنة 56 في 18 يونيو كان لسه الإنجليز بيطلعوا من مصر كان لسه في إنجليز بس كانت المصريين ابتدوا يعني إيه ينتشر يعني يبقى فيه غفر السواحل المصري ويبقى فيه يعني لهم وضع يعني. فمهم عمنا اليوم ده أتاري كان الموضوع ده دراسة لتشغيل لأن قناة السويس كانت بالنسبة للثورة طلسم ما حدش يعرف ازاي المراكب بتمشي نظام القوافل نظام المراكب فده كان يعني التشغيل جوه القناه كان ما كانش الدوله المصريه ما تعرفش عن التفاصيل خالص. فده كان اول مره الثوره يعرفوا حاجه عن نظام تشغيل قناه السويس. يعني خليني اقول هو كان سباق استخباراتي بالظبط. هم حطوكوا كده يعني عشان ايه يعني في عيال وبيعوموا وبيهيصوا وفي ابطال سباحه بس الغرض الاساسي هو دراسه نظام التشغيل والعمل داخل قناه السويس والتيارات البحريه اللي في قناه السويس ونظام يعني تعرفوا معلومات جامده جدا عن قناه السويس. طب وانت ما اخدتش وسام على الدور البطولي اللي انت عملته ده؟ خدنا ميداليه كده حلوه صغننه في حفله عملوها لنا في بورسعيد وكانت حاجه جميله جدا يعني في اليوم ده. يعني انت اول عمليه استخباراتيه شاركت فيها وانا ما اعرفش طبعا ما تعرفش ومعظم اللي شاركوا تلاقيهم ما يعرفوش يعني ما حدش يعرف ما كانش حد يعرف حتى ابويا ما قاليش هم عملوا ايه لان هو كان ابويا ملم بالموضوع ده تماما بحيث ان احنا لما تأممت قناه السويس سنه 56 اشتغلت بكفاءة كاملة دون الاحتياج لأي حد واشتغلت رغم ان كان الانسحاب وصل الى 80% من الموظفين بتوع قناة السويس وكان عدد المرشدين اللي موجودين في قناة السويس 20 مرشد من اكثر من 150 مرشد والمرشدين دخلوا المراكب واشتغلوا وما حصلش عطل لقناة السويس أبدا بعد فترة التأمين. هو توقفت فعليا بعد هزيمة 67 الهزيمة في حد ذاتها قاسية إنما إيقاف القناة كان اقتصاديا ومعنويا وسياسيا له دلالة كبيرة جدا على هزيمة هذا الوطن. إزاي شاركت في تطهير المجرى الملاحي سيادة القبطان بعد بقى ما انتصرنا في 73 وفي تأهيل ان احنا نعيد افتتاح القناة ويعني ايه تطهير المجرى الملاحي يعني هو كان في ايه جواه عشان تطهروه من ايه اللي حصل بالظبط عشان اخش في اللعبة في الحكاية دي. انا كنت وقتها ضابط في المخابرات الحربية و يعني من عمليات وتحرك مش قادر اتقبل وجودي في المخابرات يعني مش قادر احس ان انا عايز اكمل في المكان ده عايز اكمل في حاجه في حركه في الفيلد نفسه
عايزين نجيب اجوان يعني مش عايزين نشتغل في المكاتب وكده. فالمهم يعني اكرمني نائب مدير المخابرات وقال لي، كان الله يرحمه عصمت، قال لي تروح شمال القناة وتشوف زمايلك البحرية هناك بيشتغلوا في تطهير قناة السويس وتشوفهم، والمخابرات عايزاك خليك معانا. انا بقى بصراحة لما روحت المكتب لقيت زمايلي بيشتغلوا وبيغطسوا وبيطهروا قناة السويس. طبعا حرب استمرت 6 سنين، حرب استنزاف، كان في طيارات وقع جوه القناة، كان في دبابات وقع جوه القناة، كان في عربيات وقع جوه القناة جوه المجرى الملاحي، كان في برجات غرقانة، كان في مراكب غرقانة وشحطة، كان في صواريخ رشقة في الأرض وما انفجرتش، صواريخ من الطيارات رشقة في الأرض وقنابل رشقة في الأرض ما انفجرتش. فكنا بنغطس، كنا بنعمل أنا فاكر 16 غطسة في اليوم، وده شغل يعني قاتل. وكان في أوامر من الرئيس السادات وقتها بفتح القناة يوم 5 يونيو 75، وإحنا كنا أنا رحت كان وقتها مايو 74. فاشتغلت، فكان في مشكلة كبيرة جدا في منطقة الدفرزوار. إيه معلش ما تأخذنيش حضرتك، عايزة يعني اللي فهمه، لو إحنا نتكلم في العادي في أي دولة بتطهر مجرى ملاحي بتجيب شركات متخصصة لده، يعني أكيد في معدات متخصصة وفي ناس متخصصين في ده، أنتوا كنتوا بتعملوا كده إزاي؟ يعني ما هو إحنا كان يعني أصلا ضابط مخابرات ورحت والتحقت بالعمل في القناة يعني وتعاملت، بس في النهاية مفروض شركات دولية هي اللي تعمل ده. الشغلانة دي كان ماسكها التشكيل 707 في القوات البحرية، وده تشكيل خاص بالإنقاذ، دي شغلته يعني الإنقاذ ده من ضمنه يقدر يعمل الكلام ده كله. ده ما يمنعش برضو ان نفس قناة السويس كان عندها فريق انقاذ بيشتغل معانا، في برجات ومراكب ولانشات تبع قناة السويس بتشتغل معانا، كان في الاسطول الفرنسي شغال معانا، الاسطول الامريكاني شغال معانا، الاسطول الروسي كان شغال معانا، الاسطول الطلياني كان مشتغل معانا، كل دول ما كناش بنشتغل وحدنا. بس اسوأ شغل والتعامل مع المتفجرات والتقطيع تحت الميه والرفع والشيل والحاجات دي، ده كان شغلنا احنا. ليه هم كان شغل يعني النظافة كده والشياكة، كان مثلا الفرنسويين لقوا صاروخ تحت المية شايفينه بجهاز عندهم، يروحوا بعتين له صاروخ صغنن توربيد صغنن يوصل لحد الصاروخ وينفجر، يروح مفرقع. انما احنا كنا بننزل عند الصاروخ، أيوة، نحط العبوة جنبه بديتينيتور ومفجر زمني، ونطلع نركب قارب كاوتش ونطلع نجري بعيد خالص عشان ينفجر الصاروخ. الصاروخ ده مثلا ممكن يبقى 1000 رطل، يعمل انفجار ضخم جدا. وعلى فكرة من ضمن النوادر كانت بتحصل الصاروخ ده كان بيفرقع، فكان بيطلع سمك يموت السمك. فكنا بنلم السمك ده ونملحه ونعمله فسيخ، ما عندناش حاجة بتخسر أبدا. فمن ضمن الشغل الصعب بتاعنا كنا بنعمل حاجات حلوه برضه. عارف يصلح كوالين تطهروا المجرى، تشيلوا الصواريخ وتلموا السمك. نلم السمك. يعني كان في مشكله بقى الكوبري اللي كانوا عاملينه. يعني المجرى الملاحي ده كان فيه طيارات واقعه من ايام الحرب، في صواريخ، في عربات، دبابات دي من حرب اكتوبر بقى. دبابات واقعه وحاجات واقعه. وايه موضوع يعني ايه الاسرائيليين عملوا ايه بقى في عاملين بقى عشان يعملوا الصغرة بتاع 73؟ عاملين كوبري بحيث ان بقى كان الاول ابتدوا بمعدية يعني زي انفيبيوس كده، يعني حاجة بر مائية تمشي على البر وتعوم وتشيل مثلا 3-4 دبابات. فالمهم الكوبري ده بقى كان مشكلة، يعني اليهود كانوا عاملين برجات حديد مالينها اسمنت، وبعدين حاطين صخور ضخم، يعني برج يعني زي صندل كده حديد مفروض انه بيعوم، لا هم حاطين فيه اسمنت ومغرقينه برج فوق برج فوق برج فوق برج فوق برج فوق برج فوق برج، وبعدين حجاره ضخمه جدا مضغوط عليه، بعد كده عاملين عليه فوق خالص طريق
الطريق، يعني سدين قناة السويس خالص مسدودة رسمي يعني، مسدودة يعني. وكان وقتها قناة السويس عندها يعني كراكات كده صغننة، كراكة اسمها خوفو كده، كان صغيرة كده بالكهرباء بالبتاع، عمال عايز ايه ينقر في الايه في الكوبري ده، يعني بالظبط زي نملة بتشيل هرم، مش ما بتعملش حاجة. وكان ليه قصة برضو مع الكراكة دي، الراجل اللي كان عليها راجل قاعد لابس جلابية وطاقية كده وبتاع، فأنا افتكرته زي ما يقول إيه مثلا طباخ أو أي حاجة يعني قاعد في الكراكة دي. فالمهم الكراكة دي يعني حاجة مركب وفيها بريمة أو يعني دريل بيدور يكسر ويشفط ويرمي بره يعني عشان يعمق، عشان هو عايزين بيشيلوا الكوبري بالكراكة دي، فما بيعملش حاجه. فلما نزلت انا وزمايلي في الحته دي قلت قلت يعني لازم نفرقعه يعني. فكان وجودي تبع المخابرات، مكتب المخابرات، ان احنا قلنا هذا الكلام، فمكتب المخابرات صد عليها من الامانه، الامانه وافقت طبعا، رئيس جمهوريه وافق. كان عم شلبي ده بقى اللي هو الراجل ده اللي كان قاعد كان ايه مبسوط مني يعني، فجايب لي اوضه في الـ في الـ في الكراكه دي، هي كانت اوضته سيئة جدا، بس كان فيها دورة مية وفيها مية سخنة ومية ساقعة، فكنت بطلع من تحت المية ألاقي مية سخنة ومية ساقعة، فعني أرجع بني آدم تاني يعني بعد الغطس يعني. وكان يجيب لي أكل، يجيب لي صندوق فيه أكل، يقول لي ده من الهيئة، هيئة قناة السويس بعت لكم أكل. فيعني ومتشكرين عم شلبي يعني راجل بركة الله يكرمه. بعد بقى جبنا المفجرات وحطناها في الـ في الـ في الكوبري ده ونسفناه، بقى كوم تراب طبعا عشان ننسف الحاجه بتاع دي، في لوح حسابات واللوح بتاع يعني كنا واخدين دورات على هذا الكلام، فالحسابات كانت مظبوطه وكنا جايبين متفجرات زياده عن الحسابات عشان نشيله خالص. ده لو ما كانش اتشال ما كانتش هتتفتح قناة اليوم 5 يونيو 75. الناس بتوع الهيئة بقى اللي خدوا الحجارة بتاعته دي عملوا بيها هرم على جنب الايه القناة، وبقى يعني اتشال يعني بقى نصب تذكاري نصب تذكاري للكوبري ده للكوبري والقناة فتحت سنة 75. عم شلبي ده بقى وانا بعد ما فرجعنا الكوبري لقيت قاعد على دكة، ولقيت بيه مشهور بيه احمد مشهور رئيس هيئه قناه السويس قاعد جنبه قدامه يعني كده، قال لي تعالى سلم على مشهور بيه. فقلت له يا فندم انا ده انا بدور على حضرتك بقى لي دلوقتي اكتر من 5 اشهر ومش عارف الاقي حضرتك. قال لي بتدور عليا ليه؟ قلت له انا كنت عايز اجي الهيئه. قلت له صحيح انت عايز تيجي الهيئه؟ عم شلبي قال له بقى الضابط ده اوعى تسيبه، هاتوا قناة السويس. قال لي الباشمهندس بيشكر عليك، بيشكر فيك قوي. باشمهندس عم شلبي ده باشمهندس انا في سري. قال لي اكتب طلب دلوقتي، رحت كاتب له طلب، وعرفت بقى ان عم شلبي ده المدير المسؤول عن تطهير قناة السويس من قبل هيئة قناة السويس، وكان راجل متواضع جدا. عم شلبي ابو جلابية، عم شلبي ابو جلابية ده بايت ليل نهار في هذه الكراكة وهو مدير، عشان وهو المدير اللي بيطهر قناة السويس، هو المدير الإداري بتاع قناة السويس. وبقى بعد كده مدير إدارة الكراكات في هيئة قناة السويس. لما ده اكيد ده لازم يبقى وزير الكراكات، هو راجل يعني راجل هايل يعني. طيب انا يوم إعادة افتتاح القناة يا سيادة القبطان كان عندك كم سنة؟ كنت بتعمل إيه؟ كنت شايفه إزاي؟ إحنا لحد اللحظة دي لما بنشوفه بنحس أو بنشوف يعني جزء خفي في ذاكرة الوطن ده وجوانا كمان. احكي لي عن اليوم ده. أنا كان عندي 33 سنة، كنت كبرت بقى، كنت رائد في القوات البحرية وحاصل على النجمة العسكرية ونوط الجمهورية ونوط شجاعة، وبقيت فخور ان قناة السويس في هذا اليوم بتتفتح بفضل
يعني شهداء كتير اشتركوا في حرب الإنساف، وشهداء كتير حفروا قناة السويس لما اتحفرت، وأبطال عبروا قناة السويس في 73 وحرب الإنساف. فكان يوم جميل قوي قوي بالنسبة لي. وحضرت كنت في القناة نفسها ولا كنت؟ لا كنت لسه ظابط. ما حضرتش الحفلة لكن اتفرجت عليها في التلفزيون. بس أنا بقول لحضرتك أنا يعني كنت سعيد قد إيه في هذا اليوم، لأن ده كان يعني أنا النهاردة بركب المركب وأقول هنا كنا بنعدي، هنا كنا بنحط ألغام، هنا عملنا كمين، هنا عملنا إغارة. يعني كل جزء في قناة السويس عندي له تاريخ وله قصة. فيعني يعني كان. طب أنا عايز أحضرك سؤال أخير. صحيح أنه كان عندكم حد سيف هو التاريخ، الرئيس السادات الله يرحمه قال هنعيد افتتاحها 5 يونيو، أكيد دي حاجة تضايق أي حد تنفيذي، ويعني كان ممكن تاخد وقت أكتر، كان ممكن تبقى المشقة أقل، إنما هو حط تاريخ من وجهة نظره ده له دلالة ومعنى. بعد السنين الطويلة دي يا سيادة القبطان، شايف إنه مين اللي كان صح؟ أنتوا اللي يعني أكيد كان ده معاد ضاغط عليكم وما كانش مناسب قوي، ولا القائد اللي قرر انه يوم الهزيمة هو يوم انتصار؟ هو زي ما قلت لي هزيمة، احنا ما اعتبرناش هزيمة، ما حسيناش انها هزيمة، وحبينا نخلي اليوم ده فرحة. فلما تتفتح قناة السويس يبقى يوم فرحة، يبقى مش فيش هزيمة، ويبقى اللي عملوه الاسرائيليين كأن لم يكن، كأنه ما عملوش حاجة، لان احنا خدنا ارضنا وخدنا القنال وفتحنا القنال تاني سنة 5 يونيو 75، فأصبح هذا اليوم فرح. عمل تعادل يعني ما بقاش فيه حصل تعادل. وبذلك احنا كنا بنشتغل زي ما قلت لحضرتك، الكوبري ده كان معطل فاحنا نسفناه، ما خليناش حاجة عائق يخلي القناة ما تفتتحش. سيادة القبطان بحري وسام حافظ، بشكرك شكر جزيل، وبقولك كل سنة وانت طيب في ذكرى إعادة افتتاح مجرى قناة السويس، اللي كان حدث المفروض أن يعمل حالة اتزان في مقابل هزيمة 67، لأنه بيحمل نفس التاريخ اليوم. مش هزيمة مش هزيمة المهم أنها تحولت في النهاية لانتصار. بشكرك شكر جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. النجمة المعلبة، عيشيش في برج عاجل رحل، وليكي نصيب تعدي هتعدي. فحسيت ان انا مفتقدة السعادة. امتى احس اني سعيدة ولا ليه؟ مش هسيب حقه خالد. لا خلوه ده صاحبي، اكتشفوني من خلال الاذاعة واتقيدت كمطربة. انت بتقيدة في اذاعة مطربة؟ مطربة بس مش جامدة. اول فيلم نزل لي قعد 3 ايام في السينما، سقط جدا بس بحب. اسرة تعالي نعمل حاجة تانية. سراي عبد ايام الفيديو اسمها اخلاق فز. اصلي بنت انتوا هتعلمونا الادب.